يعتبر فيتامين د من الفيتامينات المهمة والضرورية لجسم الإنسان، حيث يصنف على أنه فيتامين وهرمون في الوقت نفسه، لما له من دور مهم في استكمال العمليات الحيوية وتنظيمها في جسم الإنسان. ويعاني حوالي 1 بليون شخص حول العالم من النقص في مستوى فيتامين د في الجسم، ويمكن معرفة ما إذا كان الشخص يعاني من نقص فيتامين د من خلال عمل فحص مخبري للدم. فإن كان مستوى فيتامين د في الدم أقل من 20 نانوغرام، فهذا يعني أن الشخص مصاب بنقص فيه. تتمتع دولة الإمارات بنعمة الشمس الساطعة والأسماك الطازجة، وهما ميزتان صحيتان، لكن يبدو أن كثيرين لا يستغلون هذه النعمة للوقاية من بعض الأمراض، وفي مقدمتها نقص فيتامين د. فغالبية التقارير تفيد بأن نسبة المصابين بهذا المرض من المواطنين والمقيمين تتعدى 78%. هذه النسبة تفوق دولا عدة لا تشرق عليها الشمس وتعتمد في غذائها على الوجبات السريعة. ويعد نقص فيتامين د في الجسم من الأمراض الصامتة التي لا يشعر بها الشخص منذ بداية ظهورها، ولكن مع وصولها إلى مرحلة أقل من 30 نانو تبدأ الأعراض في الظهور، مثل الخمول والكسل والآلام في العظام، تتحول بعدها إلى هشاشة عظام تعرض الشخص لمجرد وقعة بسيطة إلى كسور قد تحتاج وقتا طويلا كي تجبر. وأكد الدكتور علي السيد مدير إدارة الخدمات الصيدلانية في هيئة الصحة بدبي أن مشكلة نقص فيتامين د وصلت إلى مرحلة الوباء الذي يصيب الكبار والصغار، الذكور والإناث من مختلف المراحل العمرية، لافتا إلى أن استهلاك صحة دبي لوحدها من فيتامين د يزيد على أكثر من 1 مليون حبة سنويا، وهو ما يقدر بمئات الملايين من الدراهم سنويا. وأشارت إدارة الخدمات الصيدلانية في هيئة الصحة في دبي إلى أن هناك ارتفاعا حادا في استهلاك فيتامين د المعروف بدي 3 على مستوى الدولة، لأن الإصابة به تعتبر من أعلى النسب العالمية، رغم أن دولة الإمارات تمتاز بشمس لا تغيب عنها على مدار العام، ومياهها غنية بكافة أنواع الأسماك المعروفة التي تحتوي على فيتامين د. وحول كيفية أخذ الفيتامين، أشارت إدارة الخدمات الصيدلانية في هيئة الصحة بدبي إلى أن الطريقة تختلف من مريض إلى آخر حسب نسبة فيتامين د في الجسم، حيث يعطى المريض في البداية أقراصا أو كبسولات فيها 50,000 وحدة دولية كل أسبوع لمدة 8 أسابيع، وبعدها 5,000 وحدة دولية يوما بعد يوم لمدة شهرين، ومن ثم يتم فحص فيتامين د. فإذا كان أقل من 30 نانوغراما تكرر الجرعة لمدة 8 أسابيع، ومن ثم يعطى علاجا وقائيا من 800 إلى 1000 وحدة دولية أو 50,000 وحدة كل شهر، أو التعرض الكافي للشمس بنسبة 30 دقيقة على اليدين والأرجل المكشوفة مرتين في الأسبوع بعد الشروق بساعتين وقبل الظهيرة، وكذلك العصر قبل الغروب بساعتين. حول الموضوع من دبي تنضم لنا الدكتورة منى صلاح الدين، أخصائية أمراض باطنية وغدد سم. أهلا بك معنا دكتورة. نقص مستوى فيتامين د في الجسم له مخاطر عديدة، واللافت بأنه 1 مليار شخص بحسب التقرير قبل قليل حول العالم يعانون من النقص في مستوى فيتامين د، وأغلب الناس ليس لديهم علم بذلك. ما مدى خطورة ذلك دكتور؟ هو دلوقتي وجدوا أن فيتامين دي مش فقط أنه بيأثر على العظام فقط، ولكن بياخد يعني بيأثر على المناعة في الإنسان. نقص فيتامين دي بيقلل المناعة، بيقلل فرصة خسر الوزن يعني أو خسارة الوزن، بيؤدي إلى السمنة، بيعمل برضو استعداد لمرض السكري، ولقوا إنه له ارتباط ببعض السرطانات. تعويض الفيتامين دي مهم جدا جدا، مش بس للعظم ولكن لأشياء أخرى كمان. طيب بعض الدول يعني خاصة المشمسة والمعروفة بالطقس المشمس وبها شمس دائمة، نجد بأن الأشخاص الذين يقطنونها هم الأشخاص الذين يعانون من مستوى منخفض من فيتامين د. ما تفسيركم لذلك؟ أول حاجة طبعا الملابس اللي احنا بنلبسها، ملابسنا طبعا طويلة وفضفاضة وبتغطي الجسم كله، فلو كنا بنتعرض للشمس ما بنتعرضش تعرض مباشر. الحاجة الثانية كمان ان احنا معظم الوقت بنقضيه في المكيفات او الاندور داخل داخل المنازل او داخل المكاتب او المدارس، فما فيش تعرض مباشر. حتى في الصيف الشديد جدا درجة الحرارة بتكون عالية جدا، فصعب التعرض للشمس المباشرة،
فطبعا الناس بتفضل انها تكون داخل الاماكن المكيفه او الاماكن المبرده. فطبعا طيب كيف يمكن تعويض ذلك؟ هل من ان ضروره اخذ عقاقير ام تعرض للشمس ام كيف دكتوره؟ احنا عندنا الفيتامين دي موجود كماده غير نشطه تحت الجلد. فلو اتعرضنا حتى ولو ربع ساعه يوميا في حديقه او في مكان مثلا للسيدات، لا طبعا لان بالنسبه للسيدات بتكون مغطاه، مش هنقول لهم اقلعوا الحجاب، ولكن ممكن في اماكن مثلا مخصصه للسيدات حوالي ثلاث يعني ثلثين الجسم ممكن يعرض للشمس. بتتعرض بطريقه مباشره للشمس، ان احنا ما نمشيش على طول ملابس. طيب اي اتفضلي دكتورة، لكن كما ذكرتي هناك بعض الدول يعني خاصة دولة الإمارات مثلا أو دول الخليج في الصيف حرارة ربما شديدة والشمس تكون حارة جدا، يعني كيف يمكن التوازن مع تعرض للشمس وعدم حرق الجلد وحرق النفس؟ الشمس اللي هي المبكرة بقى، الصباح المبكر يعني اللي هي بعد صلاة الفجر على طول، ممكن بتكون الشمس لسه مش قوية جدا، أو ساعة صلاة العصر بعد صلاة العصر الشمس ما بتكونش في شدة شديدة جدا. بنختار يوم أو يومين في الأسبوع، مش لازم كل الأيام. يوم أو يومين فقط ممكن أن يكون كافي لمدة ربع ساعة، يعني الظهر أو الصباح الباكر أو المغرب. أيوة. ليس الظهر، الظهر خطر. صبح بعد صلاح الغرب، بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر والصباح الباكر، يعني هذه المدة التي يمكن الواحد أن يتعرض فيها للشمس ولا يضر نفسه. طيب الشمس عموديه على الانسان ساعتها. طيب ماذا بالنسبه للمكملات، الفيتامينات، فيتامين دي عباره عن مكملات، يعني حتى المراه الحامل يعطونها اثناء فتره الحمل، يعني اصبحنا نرى بان عدد من الاشخاص ياخذ مكملات مثل فيتامين د والمكملات الاخرى. وايضا دكتوره اريد ان اسال هنا عن موضوع الافراط في تناولها، هل له من مدار؟ شوفي، هو بالنسبه لمعظم الناس زي ما قلنا العمل مثلا من 8 ل 9 ساعات في اليوم، الشخص بيضل في السياره ساعه او ساعتين للوصول لعمله، فبيبقى عنده 10 ساعات او 12 ساعه يندور جوه اماكن مغلقه، فبتلاقي مع نمط الحياه نفسه مش قادر ان هو يعوض عن طريق التعرض المباشر للشمس. فبيكون طبعا افضل له انه ياخد المكملات الغذائيه او الفيتامين دي ككبسولات على اساس انه ما يحصلش الهشاشه. الحوامل دايما، الحوامل وكبار السن بحاجة لجرعات مكثفة من فيتامين دي، لأن عندهم احتياجات زائدة. بالنسبة للحامل بتبقى عندها احتياج بسبب الجنين، الجنين بيسحب الكالسيوم من العظم بتاعها. فهي بحاجة لجرعات أخرى أو جرعات زائدة. بالنسبة للشخص المسن ما بيقدرش يتحرك أو بيضل داخل المنازل لفترة طويلة أو بيت مسنين أو جوه بيت غير قادر على الحركه، فبيحتاج. طيب دكتوره، اعراض نقص فيتامين د والتي ربما لا يعيرها الشخص اهتمام، تكون اعراض يعني واضحه ويجب مستشاره الطبيب ويجب اخذ فيتامين د ولكن لا ننتبه لها، ما هي؟ شوفي، اول حاجه اللي هي الام العظم، بيحس المريض انه زي ما يكون يقول لي انا العظم بينشر عليا، في نشر عظم، في كسل، في خمول، في عدم قدره على فقدان الوزن. ممكن لو عنده سكر ما بيتظبطش سكره بطريقه سليمه، فلو عوض الفيتامين دي سكره بيتظبط بيكون احسن. زي ما قلنا برضو الام الظهر، اسفل الظهر، الام الركب، فالام العظام، الالتهابات المتكرره، التهابات الجهاز التنفسي المتكرره. طيب دكتوره، ماذا بالنسبه للخمول والتعب والارهاق، هل هي ايضا لها علاقه بنقص فيتامين د؟ ممكن جزء منها فيتامين دي وجزء منها الغده الدرقيه. حاجه تانية، بس بتبقى اكترها بالفيتامين دي كمان. شكرا لك دكتوره منى صلاح الدين، اخصائيه امراض بطنيه وغدد صم، كنت معنا عبر الهاتف من دبي، شكرا جزيلا لك.